الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، في هذا الفيديو غادي نحاول نديرو واحد التصحيح ديال واحد التمرين، حل النظمة تاع عدم طرس ديال النظمات. إذا عندنا إكس ناقص خمسة هي كتساوي ناقص واحد، وعندنا تلاتة إكس ناقص أربعة هي كتساوي تمانية. إذا الطريقة الأولى اللي غادي نشوفو هي الطريقة ديال التعويض. إذا نشوف الطريقة ديال التعويض، الطريقة ديال التعويض شنو هي الطريقة ديال التعويض؟ وكنحاولو نكتبو، ناخدو واحد المعادلة ونكتبو إكس بدلالة إكريك أو لا إكريك بدلالة إكس بحال بحال. إذا ناخدو واحد، ناخد المعادلة مثلا، عندنا المعادلة واحد، المعادلة جوج، نأخذ المعادلة واحد. إذا عندنا إكس ناقص خمسة إكريك كتساوي ناقص واحد، إذا بحال غنديرو ليها الصيغة المختصرة ديالها، إما غادي نديرو إكريك بدالة إكس أو لا إكس بدالة إكريك بحال بحال. إذا متى عندنا خمسة إكريك غنحولها للطرف الآخر، إذا إكس يساوي ناقص واحد، هذا مسبوق بإشارة زائد، أنا مسبوق بإشارة ناقص أو مسبوق بإشارة زائد، إذا خمسة إكريك إذا غنغيرو ليه الإشارة. هنايا غادي نجيو المعادلة التانية، نعوض إكس بهاد الشيء، ناقص واحد زائد خمسة إكريك في المعادلة جوج. إذا غنعوضو إكس في مكينة إكس، غادي نعوضوها بناقص واحد زائد خمسة إكريك في هاد المعادلة التانية، ونحصل على، إذا نعوض إكس ونحصل على، إذا عندنا ثلاثة ضارب نعوضوها بناقص واحد زائد خمسة إكريك ناقص أربعة إكريك كتساوي تمنية. إذا كنلاحظو مبقاش عندنا إكس، بقى عندنا إكريك. هنا نديرو ثلاثة ضارب ناقص واحد هي ناقص ثلاثة، ثلاثة ضارب زائد خمسة هي زائد 15 إكريك ناقص 4 إكريك كتساوي 8. إذا ثلاثة نحول الطرف الأحمر غيرو لها الإشارة ديالها، هي ناقص 15 إكريك. إذا عدنا 15 إكريك ناقص 4 إكريك تساوي 8 زائد 3، ومن بعد نحسبو 15 إكريك ناقص 4 إكريك هي 11 إكريك تساوي 8 زائد 3 هي 11، نقسمو على 11، 11 إكريك مقسوم على 11 تساوي 11 مقسومة على 11 نحصلو على إكريك. إذا اخترتلو 11 نفس الشيء، إذا غاتنا إكريك 11 مقسومة على 11 هي واحد، إذا إكريك يساوي واحد. إذا وصلنا على إكس غنعوضو إكريك، إكريك إما غادي نعوضو في المعادلة الأولى أو المعادلة الثانية، نعوضو في هذه بحال بحال. نعوض إكريك بواحد في المعادلة مثلا إكس يساوي ناقص واحد زائد خمسة إكريك، فنجد إذا إكس يساوي ناقص واحد زائد خمسة ضارب إكري اللي هو القيمة ديالي هي واحد، ناقص واحد زائد خمسة في واحد هي خمسة، مجموع العددين هما إشارة مختلفتان، إذا لفظ الإشارة اللي هي موجبة، خمسة ناقص واحد هي أربعة، إذا إكس يساوي أربعة. إذا حل النظمة هو الزوج إكس كتساوي أربعة وإكري كتساوي واحد، إذا هذا هو حل النظمة. هذا باستعمال الطريقة ديال التعويض. دابا غنشوف الطريقة ديال التألفية. نستعملو الطريقة الثانية، الطريقة جوج، طريقة تأليف الخطية. إذا عندنا إكس ناقص خمسة إكريك تساوي ناقص واحد، ثلاثة إكس ناقص أربعة إكريك كتساوي تمانية. حنا باش نديرو الطريقة التألفية خصنا نحصلو على واحد جوج ديال الحدين يكونو متقابلين. هنا مثلا عندنا إكس المعامل ديالو فهو واحد، وهنا إكس مع ثلاثة، إذا غادي نحاولو نضربو إكس مثلا في ناقص ثلاثة، وهنايا والمعادلة التانية نضربوها في واحد، نحاولو نضربو هنايا في خمسة، ونضربو هنا في أربعة، ونضربو هنا في ناقص أربعة، بحال بحال اللي بغينا. مثلا غادي نضربو هنا في ثلاثة، ونضربو هنا مثلا في ناقص واحد، بحال بحال، ولا في واحد، ونضربو هنا في ناقص ثلاثة. إذا شنو غتولي عندنا؟ ناقص ثلاثة في إكس هي ناقص ثلاثة إكس، ناقص ثلاثة ضارب ناقص خمسة إكريك هي زايد 15 إكريك، ناقص ثلاثة في ناقص واحد هي ثلاثة، واحد ضارب ثلاثة إكس هي ثلاثة إكس، ناقص واحد ضارب ناقص أربعة إكريك هي أربعة إكريك، واحد ضارب ثمانية هي ثمانية. إذا هنا نجمع طرفي المعادلتين واحد وجوج، نسمي هذه واحد وهذه جوج، طرفا بطرف، ونحصل على، إذا شنو غتولي؟ ناقص ثلاثة إكس زائد ثلاثة إكس، ناقص ثلاثة إكس زائد ثلاثة إكس زائد 15 إكس ناقص أربعة إكس تساوي ثلاثة زائد ثمانية. يعني هادشي اللي كان في الطرف غنجمعو مع الطرف، وهادشي اللي كان هنا هادي زائد هادي، إذا غنديرو الجمع ديالهم، هادي زائد هادي، هادي زائد هادي، وهادي زائد هادي، ناقص ثلاثة إكس زائد ثلاثة إكس كتساوي صفر، زائد 15 ناقص أربعة هي 11 إكس تساوي
11، نقسمو 11 11 إيكغي على 11، الطرف الآخر نقسمو على 11، إذا إيكغي 11 نقسمو على 11 هي واحد، هي اللي لقينا في الأول. ثم ثانيا هنا إما غادي نديرو نفس الشيء، غادي نمشيو لهاد المعادلتين ونضربو هنا مثلا في 5 في 4، مثلا غادي نشوفو الثانية، إذا إكس ناقص 5 إيكغي تساوي ناقص 1، 3 إكس ناقص 4 إيكغي تساوي 8. نبدا غادي نضربو في 5، نضربو عاوتاني في 4، نضربو مثلا في ناقص 5 باش نحصلو على واحد العددين متقابلين. شنو يعطينا؟ 4 إكس ناقص 20 إيكغي تساوي ناقص 4، ناقص 5 ناقص 15 إكس ناقص 5 ضرب ناقص 4 هي زائد 20 إيكغي تساوي ناقص 5 ناقص 8 ناقص 40. كما تلاحظوا بأن أنا عندي موجب و عندي سالب و عددين متقابلين، تسمى هذه 3 و 4، نجمعو طرفي معادلتين 3 و 4 فنحصل على، إذا 4 إكس زائد ناقص 15 إكس تساوي، عفوا زائد ناقص 20 إيكغي زائد 20 إيكغي تساوي ناقص 4 زائد ناقص 40. 4 إكس زائد ناقص 15 إكس هي ناقص، جمع دي لو مشارتان مختلفتين، ناقص 11 إكس زائد ناقص ناقص 20 إيكغي زائد 20 إيكغي عددين متقابلين كتساوي صفر، ناقص مجموع عددين لهما نفس الإشارة، ناقص 4 زائد ناقص 40 كتساوي ناقص 4، إذا يعني عندنا ناقص 11 إكس زائد صفر كتساوي ناقص 44، ناقص 11 إكس زائد صفر هي ناقص 11 إكس تساوي ناقص 44، نقسمو على حد ناقص 11. هنا غادي نقسمو ناقص 11، الطرف الآخر غادي نقسمو على ناقص 11، يعني 44، هنا عفوا 44، هنا غادي نمشي على قالنا إكس يساوي ناقص 44 ناقص 11 هي 4، إذا إكس يساوي 4، ومنه حل النظمة أو حلي النظمة هما إكس الأفصول كتساوي 4، و حل النظمة هو ناقص 4 1، إذا حل النظمة هو 4 1، هو نفس اللي حصلنا عليه في الطريقة ديال التعويض، يعني هو 4 1، بهذا كنسالي التصحيح ديال هاد التمرين.